جزاكم الله خيرا. الأخت السائلة تقول يا شيخ هل تعتبر أو يعتد بالصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر؟ الكدرة والصفرة إن كانت في زمن الحيض فهي حيض، وإن كانت بعد انتهاء الحيض ورؤية النقاء التام فلا اعتبار لها. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم.